أستاذ، قبل أن آخذ الجواب لو سمحت ابقى معي نتابع مشاهدينا الآن. صفارات الإنذار تدوي في مطار بن غوريون في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فلنتابع المشاهد ونعود. السيارة ظلت مفتوحة، كل مفتوح ثلاثينات مطار بن غوريون. كم 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 باش انت قلت دلوك كخا جنسني ما هاي دخلونا على المطار زي ما انت شفتوا تركوا الصوارات تركوا كل شيء هاي لما